يعطيكم العافية مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم بقناة كوكينج لبنيس فود. نحن اليوم إذا الله راد رح نعمل سوا المجدرة مصفية اللبنانية، أكلة كتير مغذية طيبة لذيذة بالصيف وبالشتاء، بتتاكل باردة، بتتقدم مع سلطات وخضرة. أكيد كلكم بتعرفوا قدي العدس مغذي وغني بالحديد، فلذلك بنصح كل حدا بيجرب المجدرة لأنه أكل كتير كتير طيب. هلأ لنبلش خطوتنا. أول شيء أنا عندي كوب العدس الأحمر الحبته صغيرة، هيدا الكوب أنا نقيته، إذا في بحص أو أي شيء بنقي العدس منيح وبنغسله. وعندي كمان كوب عدس أخضر، وعندي ربع الكوب رز مصري، ربعه يعني شوف كيف ربع الكوب. هلأ أنا شو بدي أعمل؟ أول شيء بدي غسل العدس عندي منيح وبنكمل سوا. هون العدس عندي بدي أغسله منيح قبل ما بدي أحطه على النار. بعد ما غسلت العدس عندي بدي أضيفهم بطنجرتي اللي بدي أطبخهم فيها وأسلقهم منيح، لأنه بدي العدس أنا مستوي كتير منيح، بدي يستوي لأنه بدي أطحنه وبيدوب عندي. هيدا العدس العريض الأخضر والعدس الأحمر حبته صغيري، مش العدس المجروش الأصفر. لأ بزيد عليهم 2 لتر ماي. زدنا عليهم وهلا بدي ولع تحتهم وبتركهم ليغلوا. بالنسبة للرز عنا اللي بدي اعمله بدي اغسله منيح وانقعه شي ربع ساعة. متل ما شايفين الرغوة هون بلشت تطلع عندي، العدس بلش يغلي. انا بدي العدس مستوي منيح، بدي يستوي منيح منيح لاطحنه وبطبخ المجدرة. هلا العدس مثل ما شايفين هاي الرغوة كلها انا بدي شيلها، هاي الرغوة هون شفتوها، هاي هيك بشيلها بس بدون ما شيل العدس. هاي الرغوة هاي ضروري شيلها انا. اعزائي العدس عندي انا هون استوى منيح، خلص ما بقى بده. هلا شو بعمل؟ بطحن العدس منيح بالهاند بلندر وبنكمل. هاي هون كمان في شوية رغوة بشيل، ما بترك الرغوة هون بشيل. نفش وانا بدي اغسله منيح لزيده على العدس اللي طحنته، بغسله منيح منيح من كل النشا اللي فيه. العدس هون انا طحنته منيح مثل ما شايفين، وهي الرز المصري اللي انا نقعته لمدة ربع ساعة، من ربع ساعة لعشرين دقيقة غسلته ورجعت نقعته ورجعت غسلته مرة تانية. هلا شو بدي اعمل؟ بدي زيد الرز المصري على العدس اللي انا سلقته وطحنته. بحرك منيح، بسم الله. هلا كل نتفة بدي حركهم لحتى تتماسك معي، كل 5 دقايق بدي حرك العدس مع الرز. هاي الخطوة ضرورية حتى ما بيلزق شي عندي بالكعب، وهيك بضمن انه كل حبات الرز تستوي. المجدرة بتحب زيت الزيتون،
اللي بدي اعمله هلا بدي اعمل قلية بصل بالزيت الزيتون. فيي انا انه احط شوية زيت نباتي كرمال ما يحترق الزيت، بس انا شو رح بعمل؟ حطيت زيت الزيتون، مجرد بس بيدفى دفى، انا ما رح بتركه يسخن لانه ما بيسوى، مجرد بيدفى زيت الزيتون بزيد عليه دغري البصل اللي انا فرمته ناعم. الزيت دفى عندي، هلا بزيد عليه البصل اللي فرمته. البصل عندي يتحمر، هلا بهاي الخطوة بزيد البصل على المجدرة اللي أنا طحنتها. هلا زي بعد ما ضفت قلية البصل شو عملت؟ عبيت كباية مي، زدتها على المقلة اللي كنت أنا مقلية فيه البصل، وزدت ورجعت الميات فوق العدس عندي. حطيت معلقة صغيرة وبحركها منيح. دايما الملح، نصيحة دايما الملح ما تحطه كتير، حطه قليل، حتى في حال طلع بده باهة الملح فيكو بتزيدوا، بس اذا كنتوا حاطين ملح كتير ساعتها اذا طلعت مالحة ما بقى فيكو تسحبوا الملح. فدايما اعزائي حاولوا ما بتكتروا ملح، دوقوا وحسب ما انتو بتحبوا ملحوا طبختكم. بنحركها شوي، قوامة عندي هيك تمام. العياراتي اللي اعطيتكم اياها تمام، لانه ما بيسوى بيكون ميتها قليلة ولا كتير، لانه اذا طلعت ميتها قليلة لمجدرة وقتها بنسكبها وبتبرد الصحن عندي بيفسخ، بصير فيه زيوحة مثل كأنه تشققت، فبيطلع شيء ما حلو. وبنفس الوقت كمان الزيت لازم يكون عادل، لا قليل الزيت ولا كتير الزيت تبقى مزيتة، ولا كمان قليلة ما فيها زيت ابدا ما بتعطينا لمعة ولا طعمة. انا ليه ما بحب اخلط الزيت الزيتون مع الزيت النباتي كرمال طعمة المجدرة بتفرق، وقت بس ما عملها بزيت زيتون تطلع طعمي عندي غير شكل. هاي اعزائي المجدرة اللبنانية، مجدرة مصفاية اللبنانية جهزت عنا. هلا بدي اسكبها بصحون فرجيكم كيف تكون. اعزائي مثل ما شايفين مجدرة مصفاية خلصت عنا، مثل ما شايفين هيك قوامة ممتاز، لا بدي اياها جامدة ولا بدي اياها كمان شوربة، وسط. انا العيارات اللي حتشوفوها بالدسكريبشن تمام. هلا بدي اسكب المجدر عندي بالصحن، يفضل يكون الصحن غميق لانه المجدرة بتتاكل بالخبز بنغمسها باردة. هاي انا عم بسكب الصحن، بكمل سكب وبنرجع لكم. أعزائي الغدا جهز عنا، سكبنا المجدرة عنا، المجدرة المصفية، ومثل ما قلت لكم بنقدمها مع خضرة، هي بيقولوله السيرفيس، بنقدمها أي شيء أنتوا بتحبوا. أنا اليوم حطيت نعنع، فجل، زيتون، عملت كمان ضروري سلطة حد المجدرة المصفية، وأغلبية الناس بتحب مع سلطة الملفوف. أنا عملت كمان سلطة ملفوف، بنفرمها ناعم، بنحط لها توم وحامض وزيت زيتون، واللي بيحب كمان في رش لها نعناع يابس. كمان المجدرة بيلبق لها كتير المخللات، إن كان كبيس مقتي أو كبيس خيار أو لفت للي بيحب. أعزائي من قناة كوكينج لبنانيز فود، ألف صحتين وعافية، بتمنى انكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها عبر الكومنت تحت الفيديو. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، واهلا وسهلا فيكم بقناة كوكينج لبنانيز فود، وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم.